كشفنا عن نتائج فرع المرتل الصغير، سنتعرف بعد قليل عن الفائزين المتأهلين إلى نصف نهائي مزامير داوود في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا، وهو أهم فرع في مسابقة مزامير داوود. شيخ عمر شلبي، الاختيار كان صعب؟ أكيد سبحان الله العظيم، من جانبين، جانب التجويد وحفظ القرآن الكريم، رأينا أصوات قمة ينقصهم الأداء، رأينا من له أداء جميل ينقصه الحفظ، ولكن كلهم فائزون بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لأولادنا أنهم يزيدوا ويكملوا، ليست النهاية عند انتهاء إعلان النتائج، وإنما هذه بداية لأمور أخرى إن شاء الله. إذن على بركة الله، أول المتأهلين معنا في هذا الفرع، فرع حفظ القرآن الكريم، ابنة ولاية سطيف ملاك بن مرابط. ومن ولاية وهران محمد شرف. إلى ولاية قالمة يتأهل معنا المتنافس البرعم عبد الخالق بدودة. وتصل معنا أيضا إلى نصف نهائي مزامير داوود البرعمة زمانة من ولاية سطيف. بقي متنافسين اثنين في هذا الفرع، ألف مبروك زمانة. بقي متنافس ومتنافسة في هذا الفرع، فرع حفظ القرآن الكريم، إلى ولاية المدية أمينة يخلف. وأكبر متنافس سناً في مسابقة مزامير داوود صاحب 15 سنة أكرم طالب. ألف مبروك أكرم، هنيئاً لكم، ننتظركم في منافسة قوية في فرع حفظ القرآن الكريم الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. نعم شيخ القادر، في جائزة تشجيعية أيضاً في فرع حفظ القرآن الكريم، لمن تسلم هذه الجائزة التشجيعية؟ نعم سأذكر اسماً، ولكن مع الاقتراح الدائم بأن تتنوع الجوائز التشجيعية، لأنه فيه أيضاً من يستاهلون ومن يستحقون، من اختارته لجنة التحكيم يعقوب مختار منصور. يعقوب مختار منصور يتسلم أيضاً جائزة تشجيعية في هذه المنافسة القرآنية. تحية ليعقوب مختار منصور. نعم عماد بن عامر، نختم معك هذا البرنامج بكلمة ختامية. أخي رضوان، نحن نهنئ هؤلاء الفائزين والناجحين والمتأهلين إلى الأدوار القادمة، والذين لم يتأهلوا هؤلاء ليسوا بخاسرين، إنما فقط تأجل تأهلهم وترشحهم إلى المسابقات القادمة، والفوز الحقيقي هو فوز يوم القيامة حينما يلبس هؤلاء المزامير ويلبس هؤلاء الحفاظ، يلبسون تاج الوقار وتاج الكرامة، ويلبسون أيضا والديهم تاج الوقار وتاج الكرامة. هذا هو الفوز الحقيقي، فهنيئا للمتوجين وكذلك لكل المشاركين في مسابقة المزامير، وبارك الله فيكم. تحية طيبة مباركة لكم، تقبلوا تحياتي وتحية المخرج أحمد بخليلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.